تعالوا معاي نروح ملحمات مستر كليفرز اللي بسواق لجرين. هم لهم أكثر من فرع، أنا هالمرة رحت فرعهم اللي بسواق لجرين، خذيت منهم لحم عجل مقطع مكعبات. قلت هاللحم هذا يبي له طاجين مغربي، تعالوا معاي أوريكم الوصفة العجيبة اللي سويتها. طاجين لحم بالبرقوق أو بالأراسية، طعمه جدا لذيذ، يمكن مع خبز أو مع عيش. راح تشوفون الحين إن مقادير الوصفة جدا سهلة. أول شيء هذا اللحم اللي خذيته من ملحمة مستر كليفرز مقطع مكعبات من غير عظم، وايد حبيت طريقة تغليفهم للحم. بعد ما غسلت اللحم حطيته بالتتبيلة، التتبيلة عبارة عن ربع كوب زيت، البهارات، ماي الزعفران. تبلت اللحم نص ساعة تقريبا، خليته أقل شيء نص ساعة، ممكن تحطونه ليلة كاملة. دهنت الطاجين بشوية زيت وحطيت اللحم فيه، على النار حطيت الحديدة وفوق الفخار، وعندي بصلة مفرومة حطيتها فوق اللحم مع 4 فصوص ثوم، وخليت اللحم من يتحمر شوي قلبته على الصوب الثاني، خليته ربع ساعة يطبخ. بعدها حطيت ماي، زدت على التتبيلة شوية ماي وضفتها على اللحم وخليته يطبخ لما استوى. الحين طريقة البرقوق أو الأراسية، سلقت 10 دقائق بماي، بعدها خليت فيه شوية ماي وضفت له سكر وعودين قرفة وربع قالب زبدة، وهذا اللحم بعد ما استوى ما أقول لكم ما شاء الله الريحة تهبل، واللحم حده ذايب. زينته بالأراسية مع اللوز والسمسم، وهذه الوصفة سهلة ولذيذة. شوف اللحم شلون ذايب ما شاء الله، جربوها مع الخبز أو العيش، واللي يجربها يقول لي رأيه.